أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بيكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة هنا في جامعة أسوان، وتحديدا قبالة قاعة السيمينار بكلية الزراعة بجامعة أسوان. أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بكم وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة هنا في رحاب جامعة أسوان في كلية الزراعة بجامعة أسوان. سعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور محسن عبد المنعم جامع، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، ونحن بصدد مناقشة رسالة ماجستير كانت في صباح اليوم. أهلا بك دكتور. أهلا بك، وسعيد بوجودي في محافظة أسوان وفي قناة طيبة المنتشرة ولها تأثير في تغيير رأي العام للأحسن في الجنوب. أقول لي فندم، إيه رسالة الماجستير كانت النهاردة موضوعها؟ رسالة الماجستير بتشرف عليها ولا مناقشة؟ أنا لا، أنا كنت هنا رئيس قسم الأراضي فترة ورجعت أسيوط يعني، فالرسالة كانت بتهتم بدراسة مشكلة وادي الصعايدة. إحنا مشروع وادي الصعايدة عاصرناه من سنة 1998 لما كنا بنشتغل في مشروع وادي النقرة، وكان اللي بدأوا يشتكوا من ملحية الأراضي. فلما جيت مسكت هنا رئيس قسم الأراضي وجهت الطالبة إلى العمل في هذا المشروع ودراسة أسباب المشاكل اللي فيه، وبدأنا فعلا من سنة 18 جمعنا العينات من المساحة عشان نحط إيدينا على المشكلة. طبعا مشروع وادي الصعايدة مشروع عظيم بيهدف إلى التوسع الزراعي في محافظة أسوان، وده معمول من أيام الرئيس محمد حسني مبارك، وكان مصمم ليه مساحة كبيرة جدا، وأساس أنه هو طبعا مشروع عملاق، لأنه من المشاريع النادرة أنك ترفع المية للمشروع من نهر النيل لمنسوب 120 و160 متر في سطح البحر. ده طبعا مشروع مكلف، وفي ترعة 15 كيلو بتطلع المية الفوق، ده إنجاز بصراحة في من الدولة في هذا العصر. ولكن المشروع دايما المشاريع الزراعية الحديثة بنصممها أساسها تتربى بطرق الري الحديثة اللي هي الري بالرش والري بالتنقيط، ودي المستهدف منها توفر المية. فالأهالي اللي جم ما كانش عندهم هذه الخبرة وبدأوا يشتغلوا بالطرق الحديثة القديمة التقليدية اللي هي الغمر. والغمر طبعا لو كان التنقيط بياخد 10 متر في اليوم، الغمر بياخد 20-30 متر، فالمية زيادة. فهذه المية بتنزل بتاخد أملاح التربة وتغسلها وتنزلها بباطن الأرض. بعد سنتين ثلاثة المية بتتجمع وتبدأ تدفع على سطح الأرض بالأملاح اللي دوبتها، فتسبب دمار الأرض وتمالح الأراضي، وخصوصا لو كان في طبقة تحت منع لتصرف المية. ففعلا حصلت هذه المشكلة في وادي الصعايدة، واللي أضاف إليها كمان إن بدأت لما فيش إنشاء مصارف جيدة تصرف هذه المية. في نظم الزراعة لازم شبكة الري يصاحبها شبكة صرف، عشان زي ما احنا عندنا الشرايين بتجيب دم وبغذاء، لازم في أوردة بتاخد الدم والغذاء ويصرف الماء زيادة عن الجسم. برضو الأرض الزراعية لازم يكون فيها ري وصرف، فالصرف هنا كان بطيء لأن هم ما كانوش متوقعين كمية الماء اللي هتيجي دي، فظهرت المشكلة. وكما أضاف إليها أن بعض الأهالي بدأوا يعملوا يخرجوا خارج الزمام المخطط ليه ويبدأوا يعملوا زراعات جديدة، ولما عملوا زراعات في مناطق غير مدروسة، فأدى هذا إلى زيادة مشكلة أملاح الأراضي المحيطة بالمشروع، أراضي لم تزرع قبل وأراضي ملحية، فغسلت الأملاح اللي في الأراضي الجديدة كلها على الأراضي المزروعة، فبدأ يحصل برك تتجمع فيها المياه المالحة وتتجمع فيها الأملاح، وبدأت المشاكل اللي في الأراضي الأصلية تتأثر بهذه الملحية. ودي المشكلة، دي طبعا مشكلة سوء إدارة المشروع من الخريجين أو اللي استلموا الأراضي بدون إدراك لهذه المشكلة. طبعا بعد النهاردة احنا في سنة 2018 كانت المشكلة متفاقمة، رحنا عدنا دراسة هذه الأراضي وعملنا بالخرائط الموجودة في عرض الدميتو الأستاذة حسناء ناصر جمعت العينات من الأراضي، وطبعا العينات بتتجمع بجهاز الجي بي اس بتحدد اللوكيشن او موقع العينات،
وبعدين بعد كده بتاخد أجزاء تحليلها في المعمل وترجع على هذه الإحداثيات اللي عملتها على خريطة الأرض الطبيعية، بتبدأ ترسم هذه البيانات، فأصبحت هنا مرجع لنا كل حتة أرض خواصها الكيميائية مرسومة على خرائط ممكن يستعينوا بها هناك، كل واحد يعرف أرضه خصائصها إيه. ممكن لو عايز يرجع أو أبعت لهم أنا برامج علمية تقول الأرض دي إيه اللي يزرع فيها، إيه اللي ينجح فيها، على حسب الملحية، هم علماء الأرض بيعملوا إيه؟ بيشوفوا النبات ده ملحيته قد إيه وينجح بنسبة قد إيه؟ ينجح بنسبة 100% لما الملح يكون مثلا 2، ينجح بنسبة 90% لما الملح يكون 3 وهكذا، الكلام ده موجود بس يطبق إزاي لما إحنا النهاردة عندنا داتا علمية بتقول ملحية المناطق دي شكلها إيه؟ فأي واحد من دول عنده ملحية معينة هي في وادي الصعيدة بقى كام في المية؟ الملح هنا طلع إن 70% من الأرض فيها أملاح بس يعني في مرحلة السيفتي، في 30% منها أملاح شائعة عالية الملحية جدا وفي 2% ملحية وصوديها. طب مش بيتعمل زي غسيل؟ ما هو الغسيل ده بقى لازم انت بتغسل، لما اغسل يعني احنا بنعمل لازم كل يوم الواحد ما يروحش التواليت يجي له ايه بولينا. الارض جالها بولينا ليه؟ لازم الصرف ده لازم يتصمم شبكات صرف جوه الاراضي دي ويبقى في شبكه صرف تشوف مكان ترمي فيه، لان الميه الصرف لازم تاخد من العالي للواطي، فلازم في شبكه صرف تتخطط. ولكن في بعض الأحيان هناك بيستخدموا مية الصرف في الري برضه، يعني لو دخلت المشروع هتلاقي بعض الأماكن المصارف بتستخدم في الزراعة تاني، فطبعا بتراكم الأملاح. أنا لما أكون عايز أستخدم مية الصرف في الزراعة أخلطها بمية حلوة عشان أخفف الملحية، وده أعتقد إنه مش متبع هنا بكثرة، وإن طبعا نحتاج يدق أبار جديدة في مياه حلوه برضه عشان يزود كميه المياه المحتاجه لغسيل التربه في هذه المنطقه، فمحتاج صيانه شبكات صرف واعداد شبكات صرف وتخطيط علمي سليم، وبعدين الناس اللي بيخرجوا اللي بيزرعوا خارج الزمام لازم يحللوا التربه بتاعتهم يشوفوا شكلها ايه عشان نرشدهم يستخدموا ايه في المحاصيل. وده اهم حاجه انجزتها ان هي حطت ايدينا على المشكله ومعاهم خرائط مع حسناء الخرائط وفي كليه الخرائط دلوقتي، اي قطعه في المشروع كله معروف تحليلها ايه؟ تحليلها بكل تحليل ايه؟ تحليل الاملاح والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمد، كل حاجه اتحللت وموجوده بخرائط ممكن يستعينوا بيها وياخدوها عندهم يحتفظوا بيها لاي منطقه، واحنا تحت امرهم في اي ارشاد. يعني البعيده اللي فوق دي ارض عاليه عاليه حصل فده السيبج كله بيجي على الارض الواطيه دي عشان كده من حاجه وهي لا بس هو الصرف نفس احسن صرف علاج صرف لمشكله. انا كنت بشتغل في الماجستير سنه الله يرحمه الدكتور فتحي غنيم والدكتور حسنين جمعه، كان في مشروع على الموضوع ده الصرف. ودورنا على الاراضي اللي هي المتاثره بالاملاح ناتشرال، ولقينا في 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 مركز اسمه ابو تيج وفي قريه اسمها دوينه 1 و2 اراضي كانت عايزين لو سالينيتي ومدريت سالينيتي وهاي سالينيتي بس طبيعيه عشان نجرب فيها أصناف من النباتات المقاومة للملحية، قمح وشعير وذرة، وكان شغل كده يعني تمام. فمعظم كانت محافظة يعني مركز أبو تيج ده كان بيعاني من لأن كان ما كانش فيه صرف. بعد كام سنة اتقرر له مشروع الصرف. على فكرة احنا عندنا في مصر في مشكلة كبيرة جدا، حتى المشاريع اللي بتتعمل ما بيحصل لهاش صيانة. انتوا عارفين المصارف او انت عارف المصارف، في مصرف كبير كولكتور كبير وفي منه مصارف اصغر فاصغر، والمصرف الصغير بيسموه الزروق اللي بيخدم من فدين لاربع فدادين تمام. فهنا عملنا مشاريع صرف وكلها كانت منح من 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 كندا ومن هولندا، وانا كنت بدرس في جامعه كان فيها السنتر والدايركتور بتاع الدرينج ستادس على مستوى العالم. الجامع انا بشكر حضرتك فيما يتعلق بالجزء الاول الخاص بالرساله الاولى، الرساله الثانيه مضمونها ايه؟ الرساله الثانيه بقى احنا هنا دلوقتي مع ارتفاع الاسعار وطبعا الدولار سعره بيغلى، احنا بنستورد السماد البوتاسيوم. المحاصيل كلها بتحتاج عنصر بوتاسيوم، عنصر بوتاسيوم ده في كل المخلوقات اللي ربنا خلقها زي الكهرباء بتاع الجسم، عنصر اسمه البوتاسيوم بيتحرك هو اللي بيخليك تفكر وتتكلم وتتحرك. العنصر ده في النبات برضه هو المسؤول عن تكوين السكر، هو السكر العنصر الوحيد موجود بيجري كده في كل النباتات وجسم الانسان هو السكر. لذلك يقول لك انت كبني ادم تاكل موز عشان فيه بوتاسيوم عشان تعرف تفكر وتتحرك، ويقول لك ده ايه الموز ده غذاء الفلاسفه، ليه؟ المخ شغال على طول عايز معين. البوتاسيوم ده مهم جدا للنخيل عشان هو اللي بيكون السكر، لان كل النخيل بينتهي بايه؟ بثمار فيها سكر، فعشان تخلق سكر عايز بوتاسيوم. فالبوتاسيوم ده بقى ايه؟ بنشتري بوتاسيوم من الخارج الطن ب 30 جنيه
40 ألف جنيه دلوقتي، وهيزيد كمان في المستقبل هيوصل 50. ليه؟ ارتفاع الدولار، انت بتستورد فالدولار بيزيد، فالطن كان الطن بدأ ب 14 ألف وصل 20 ألف وصل 30 ألف، النهارده ب 35، الاسبوع الجاي هيبقى ب 40 50. العنصر ده طب هل متوفر عندي؟ ايوه متوفر. فين؟ اولا مصانع السكر بتاخد القصب السكر اللي هو انت حطيت له بوتاسيوم وتعصره وتفرز السكر يطلع السكر، وان تفرز الخميره تطلع الخميره، وان تطلع كول ويتفضل سائل اسود كده ريحته وحشه، ولكن في املاح البوتاسيوم اللي كانت في القصب نزلت فيه. فده كان بيعتبره مشكله عندهم، بدانا احنا قلنا مش مشكله، تعال نشوف في حللناه، لان في بوتاسيوم زي السماد اللي بيستورد من بره. الله. وفي حموضه بتحسن العناصر الغذائيه. فبدانا في اسيوط من سنه 2006 عملنا مشاريع عليه، طلع انه مفيد جدا لكل المحاصيل. لذلك ان دلوقتي انا قلت طب ما انا هنا في مصانع السكر عندنا المنتجات دي، ما انا استخدمه في النخيل. ففعلا جبنا اسمه الفيناس، سائل اسود ريحته مش حلوه، اللي هو متخلفات صناعه قصب السكر، اسمه الفيناس. كان بيعتبره مصدر املاح واضرار، هو مش مصدر املاح، ده الاملاح اللي فيه دي عناصر غذائيه انا عايز. فقلنا نستخدم الفيناس. الشركه برضو كان عندها مشكله تخلص من هذا السائل، فبدات تجففه عملته بودره. برضو جبنا الفيناس السائل دوا وجبنا البودره. في حاجه تانية جميله جدا، الصحراء الغربيه كلها صخور خضراء كده، الصخور الخضراء دي فيها ايه؟ صخور طبيعيه من نشاه، فيها بوتاسيوم، معدن اسمه الجلوكونايت. الجلوكونايت ده انا حللته في الوادي الجديد، ما كنت بشتغل في الوادي الجديد بس وكيل الكليه هناك، لقينا فيه بوتاسيوم 107% بس صخر. فانا قلنا طب ما نقارن هذا الجلوكونايت اللي هو المعدن المنتشر في الصحراء الغربيه ونستخدمه كسماد. فبدانا فعلا نستخدمه كسماد. فيبقى انا جربت البوتاسيوم السلفيت اللي هو كبريتو الغاليه دي اللي بتطن ب 40 ألف، جبناه نقارنه بالناس السائل بتاع مصانع السكر، وقارناه بالفيناس اللي هو منتج جاف لهذا المحلول، وجبنا الجلوكونايت دول كايه مصادر للبوتاسيوم الطبيعيه اولا اللي فيهاش ضرر، ثانيا غير مكلفه رخيصه، وده بينتج منها ملايين المترات المكعبه. ففعلا ان الانسه مروه الهميمي من اسوان هنا اشتغلت على هذا المشروع، وجبنا هذه الاسمده وجربناها في الخطاره عند الحاج احمد ابو زرار طبعا معروف في المزارع بتاعته، ولقينا ان فعلا قارنا البوتاسيوم العادي اللي هو بغالي ده مع الفيناس السائل اللي هو المحلول، مع الفيناس المجفف، مع خام الجلوكونايت. ولحسن الحظ هتعرض النتائج دلوقتي، لقينا ان الفيناس السائل ده بيديني 20-30% محصول زياده. الله. عن البوتاسيوم اللي هو المستورد. الله. وارخص. وارخص، وكان مشكله عندي لما مصانع السكر عايزه ترميها. فطبعا انا هيبقى في ايه الفيناس ده بقى؟ مش هيبقى بوتاسيوم بس انا بستورد، ده هيبقى بوتاسيوم وحديد ومنجنيز وزنك ونحس اللي هي عناصر غذائيه. الله. يبقى انا عندي حاجه كانت اسمها باي برودكت او منتج ثانوي عايز تتخلص منه، لا انا بستفيد منه كسماد. فالنتائج هتشوفها مبهره بتاعت الانسه، زودت المحصول، الفيناس السائل ادى اعلى نتيجه. ممتاز. ضعف المحصول ب 30%، الفيناس المجفف حسن لي الصفات اقل شويه. الخام الصخر اللي مرمي في الجبال ده اللي عندنا ملايين الاطنان منه اللي في الجبال ده بدا يزود المحصول بطيء. ليه؟ لان ده متوقع ان هو معدن خام عايز يدوب لسه، فبيدي في السنه الاولى ما يديش حاجه، السنه الثانيه يبدا يدي، متوقع السنه الثالثه والرابعه يزيد الانتاج، يزيد الفائده، لان لما تحطه في الارض يبدا يتحلل مع المويه. وطبعا احنا برضو في ابحاث ثانيه على هذا الجلوكونايت اللي هو اقلهم كفاءه، اللي هو الجول في بوتاسيوم بنسبه 7% بس اقل. هنعمل ايه بقى؟ في ابحاث ثانيه ان ندوبه الاول بالاحماض او نخلطه مع الفيناس السائل عشان يدوب بحيث يبقى فايده. يبقى انا هنا بستخدم الموارد المنتجات السنويه في مصانع السكر والصخور المنتشره في الجبال عندي في الصحراء الغربيه كمصدر للبوتاسيوم بدل ما استورد البوتاسيوم. ده هو الفكر بتاع المبنى على هذا الاساس، والحمد لله نتائجها هنشوفها مبشره برضو. والدليل على كده الحاج احمد ابو زرع نفسه في المزارع بتاعته. طبعا احنا يهمنا نشتغل في مزارع عشان الناس تشوف تصدق. صحيح. ممكن تتكلم طول العمر محدش يصدق. فالحمد لله بحثها تطبيقي جدا ونتائج مبهره الحمد لله، توصلنا إليها باستخدام الفيناس سواء سائل أو بودرة، والجلوكونايت استخدامه بيدي النتائج بس السنة الثانية والثالثة والرابعة بعد ما يدوب. والأبحاث اللي بيعملها برضه في هنا باحث معهد بحوث أفريقية بيشتغل على هذه المركبات بقى، ويشوف بتطلع قد إيه بوتاسيوم كل سنة عشان نستخدمها كأسمدة. أستاذ الدكتور محسن عبد المنعم جامع أستاذ الأراضي بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. نشكركم ونشكركم على تشريفنا في هذه المناقشات. والناس هتعرف هذا الكلام وتعرف أن كل مخالفات مصانع السكر
استخدام واستخدام مفيد جدا، لا نحرق القصب ولا نرمي الفيناس ولا نرمي اي حاجه، حتى السخور اللي في الجبال نرجع نستخدمها زي ما كان اجدادنا بيستخدموها. طلع السكر ونعمل الفال، طلع الكحول، طلع الخميره، الفلفل السائل الاسود عشان كده مش بتاعه عالي والملح عالي. قالوا ده ضار للبيئه ومشاكل. قلنا لا ده مفيد. ليه؟ مفيد لان هو ليه اثر كبير. هنا بصي ركزي، ايه اللي قدامك؟ البوتاسيوم كانت اعلى نسبه في الليكويد فيناس، الكنترول كان 86 ملي مكافئ في اللتر، بينما لما ضفنا الليكويد فيناس ادى الى زياده 289. وبعد كده كان يلي الكيماوي سلفات البوتاسيوم بقيمه 1.47. لا ما زودش في الموسم الاول. في الجوكونايد زود بالنسبه للاساسي بس بالمقارنه باقي المعاملات لا كان معدوم. أعزائي المشاهدين بحيي حضراتكم وأهلا بكم في كلية الزراعة بجامعة أسوان، ونحن بصدد مناقشة رسالة ماجستير في موضوع من الموضوعات المهمة طبعا عن النخيل، وخاصة أن النخيل من المحاصيل الاستراتيجية والرئيسة في محافظة أسوان. على كل أحوال اسمحوا لي أن أرحب طبعا بالسادة المشرفين والمناقشين، الأستاذ الدكتور سعيد سليمان أستاذ الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية جامعة أسوان، ودكتور عادل ربيع أستاذ الأراضي بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، والباحثة حيأتي دورها. أهلا وسهلا، أهلا بك. كلمني عن هذه الرسالة. الرسالة بتناقش تأثير مصادر مختلفة من عنصر البوتاسيوم على إنتاجية نخيل التمر في محافظة أسوان، خاصة الأصناف الجافة. طبعا الاستخدامات للأسمدة، بتستخدم الأسمدة المصنعة، والأسمدة المصنعة زي سلفات البوتاسيوم أو النترات أو غيره، لكن دي أسعارها طبعا مرتفعة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وبعض المواد المستوردة وما إلى ذلك. فهذه المصادر طبعا بالتأكيد لما بتستخدم بتقلل من المصاريف الباهظة أو الارتفاع في شراء مثل هذه الأسمدة المصنعة. هذه المصادر متواجدة في على أرض مصر في منطقة الوادي الجديد، في منطقة أسوان استخدمت هي أكثر من مصدر زي الجلوكونايت، ده من منطقة الوادي الجديد، استخدمت الفيناس وده من المنتجات السنوية اللي بتطلع من مصنع السكر، تعتبر يعني من الويست، لكن احنا ممكن نستخدمها على أساس نعمل تعظيم للفائدة و يعني نقدر للتحديد البوتاسيوم مش كده؟ ايوه. وعنصر البوتاسيوم طبعا له دور كبير في الكواليتي بتاع الثمره، زي السكريات، زي الحموضه، زي برضه يزود في المحصول في حجم الثمره ووزن الثمار، وده طبعا بيبقى مردود اقتصادي على المزارع وعلى الـ كل المزارعين وعلى المجموع المزارعين اللي بيزرعوا مثل هذه الأصناف من نخيل التمر في محافظة أسوان. طيب أنتقل للدكتور عادل. يعني وإن كان التمر في أسوان وربما في الصعيد بشكل عام يتم التعامل معه شوية يعني بقليل من الاهتمام. صحيح، أنا معاك. يمكن الدكتور سعيد كمتخصص نخيل هو يمكن يكلمنا عن النقطة. لا أنا عايز أتكلم على الرسالة يعني. بس لا الرسالة طبعا، أولا أنا سعيد جدا في رحاب جامعة أسوان، وسعيد جدا في كلية الزراعة بجامعة أسوان، وسعيد جدا أنه في شباب باحثين بيتطرقوا إلى هذه النقاط ويتطرقوا البحث العلمي في كل دول العالم يتناول المشاكل الموجودة في البيئة المحيطة حواليه. فأنا هنا عندي مشكلتين، مشكلة إنتاج النخيل ومشكلة الأراضي الزراعية، وخاصة الأراضي الزراعية القديمة بدأت تستنزف العناصر الغذائية اللي موجودة فيها، وبالتالي محتاجة عناصر غذائية. المزارع بيضيف هذه العناصر عن طريق الأسمدة، زي ما قال الدكتور سعيد إنه الأسمدة أصبحت الآن باهظة التكاليف على المزارع، وبالتالي لابد من النظر في البيئة المحيطة حوالينا ونشوف المصادر اللي موجودة فيها. فمثلا النهاردة الرسالة تطرقت إلى عنصر هام جدا من العناصر الغذائية اللي احنا بنعتبره كبرى واللي بيدخل في عمليات هامة.
خاصة في النخيل زي بيحسن يعني مستوى السكريات. وبالتالي كان أستاذنا الدكتور محسن جامع تطرق لأن الجلوكونايت موجود في الوادي الجديد وموجود بوفرة وموجود بكميات كبيرة، علشان كده الباحثة كان موضوعها استخدام الجلوكونايت مع بالمقارنة بمصادر أخرى زي الفينة. هو يحسب لكلية الزراعة في الوادي الجديد عملت دراسة على ده فعلا، كانت دراسة مسحية مهمة جدا، وأتصور حتى الدكتور محسن كان وكيل الزراعة أيامها يعني. كان في الوقت ده، فأشكر الباحثة مروة على تطرقها إلى هذا الموضوع، ومن النتائج اللي تحصلت عليها الدكتورة مروة إنه وجدت إنه الفيناس حسن الإنتاجية، والفيناس أحد الباي برودكت أو أحد المنتجات السنوية لمصانع لمصانع السكر، فاستخدام مثل هذا البرودكت الغني، لأنه غني ليس في البوتاسيوم فقط ولكن غني في الفوسفور وغني في عناصر أخرى كثيرة يقدر النبات يستفيد منها. أعلى نسبة للمحصول عند الليكويد بيناس في الموسم الأول بقيمة 85.58 ب19.7%، بينما كان في الموسم الثاني ب 88.6 بنسبة 21.6، بينما يليها كان في المحصول هو إسفات البوتاسيوم بقيمة 76.22، يليها في الموسم الثاني كانت 79.13 بنسبة 8.6. كده هنتكلم عن خصائص الفيزيائية للشامية في الموسم الأول، كانت نتائج كالآتي. دي النتائج للشامية برضو الموسم الثاني، وعند المقارنة بين الموسمين أوضحت إن المحصول تم زيادته برضو في الليكويد فيناس بقيمة 72.27 بنسبة 20.2، بينما كان في الموسم الثاني هو كان 78.63 بقيمة 31%، مما أدى إلى زيادة وزن الثمرة من 34.1 إلى نسبة 44.4. كده هنتكلم عن الخصائص الكيميائية وأثرها على السكوتي في الموسم الأول والموسم الثاني، وعند المقارنة بين الموسمين أوضحت النتائج إن الليكويد فيناس كان أعلى قيمة في التي إس إس عند 76.4%، وكان في الموسم الثاني ب 80.32، يعني بنسبة الموسم الأول كانت 34.9، تضاعفت في الموسم الثاني بقيمة 56.3، مما أدت إلى زيادة السكريات من 35.7% إلى 61.4. كنا نتكلم عن الخواص الكيميائية للشامية الموسم الأول، كانت النتائج كالآتي، ودي نتائج الموسم الثاني. وعند المقارنة بالموسمين أصبحت إن الليكويد فيناس أيضا كان أعلى قيمة بقيمة 80.8 في الموسم الأول، بينما كان في الموسم الثاني كانت ب 73.4، مما أدى إلى زيادة نسبة السكريات الكلية بقيمة أو بنسبة 38.9، بينما كان في الموسم الثاني هو 39.5. الباحثة مروة هميمي، قولي لي بقى يعني أولا هذا الموضوع المهم اللي اشتغلت عليه، كلميني إزاي بقى فكرت فيه والإشراف كان أخباره إيه معاك؟ هو أنا أقدر أول حاجة برحب لدكاترتي اللي هما تعبوا معايا وكان هما الأساس في الوصول للوقت اللي أنا واقفة فيه، وأكيد مش أقدر أضيف في اللي أضافوه أساتذتي العظام. فأنا بعد إشرافهم أنا كنت ماشي على موضوع إن أعرف تأثير المصادر المختلفة من البوتاسيوم على تأثير إنتاجية نخيل البلح، وإحنا عارفين إن البلح عامة هو الأساس في أسوان وهو الصنف الأساسي اللي موجود الجاف، يعني إحنا مثلا عندنا في مصر بيبقى 3 أصناف بس بيركزوا في أسوان على الصنف الجاف. فعشان كده تطرق الدكتور محسن مشرفي بعد إذن الدكاترة يعني فاختاروا الموضوع ده على أساس إن أسوان دولة منتجة للنخيل وخصوصا الأصناف الجافة، فمن هنا شاف يعني اختار مواد طبيعية توفر عن المستهلك أو المزارع، لأن احنا عارفين المزارعين الموجودين في أسوان مش الدخل القومي بتاعهم كبير فبيهملوا النخل، فجاب مواد أو مواد طبيعية بتكون أقل في الأسمان لإضافتها على النخيل، وبتدي نفس الإنتاجية بتاعة سلفات البوتاسيوم اللي هي أصلا بيبقى سعرها غالي جدا بيوصل لل 20 و30 ألف جنيه. طب دي دراسة تطبيقية؟ حصل في موسمين متتاليتين، هو موسم 2020 و2021، وعلى صنفي السكوتي والشامية هما من أصناف الجافة، وهي كانت في مزرعة أبو الريش بحري في أسوان. في الختام تحب تقول إيه يا دكتور سعيد؟ طبعا احنا نتمنى إنه هذا البحث يعمم على المزارعين وبحيث يتم تطبيقه، لأن هو بحث تطبيقي وليس أكاديمي، تطبيقي 100%، وبيوفر طبعا بيوفر مبالغ كبيرة جدا على المزارع وعلى الدولة. وطبعا احنا بننصح ان احنا نستخدم مثل هذه المصادر الطبيعية الغير ملوثة للبيئة. لابد
البحث العلمي في مصر يتطرق إلى المشاكل المحيطة حوالينا، ويتطرق إلى استخدام المصادر المحلية وليس المصادر المستوردة في ظل الظروف الحالية. ودي يعني فرصة إننا إن البحث العلمي يعمل شراكات مع القطاع الخاص لتحسين ولإنتاج أسمدة جديدة بأقل التكاليف. تهدي نجاحك ده لمين؟ اولا اهدي لاساتذتي لان هم تعبوا جدا، دكتور محسن جامع، دكتور احمد غلاب الرئيس السابق، دكتور سعيد سعد سليمان لان هو من اكتر الناس اللي وقفوا ظهري ويعني انا مش عارفه اشكره قد ايه، دكتور عادل قطع مسافه كبيره جدا ان هو يبقى موجود معايا في اللحظه دي، واحب اشكر اسرتي اهلي وخصوصا ماما، واحب اهدي لها برده ده لانه خصوصا النهارده عيد ميلادها فبقول لها كل سنه طيبه، فدي حاجه حلوه يعني مناسبه بالنسبه لي بعيد مناسبتين عيد ميلاد ماما ويعني طبعا اتولدت جديد النهارده. أعزائي المشاهدين، بتمنى حلقتنا تكون نالت رضاكم، حتى نلتقيكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لكم تحيات فريق العمل وهذه تحياتي، شكرا لكم وإلى اللقاء.